بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن بعض الفوائد لعشبة هامة، ألا وهي القريص أو الأنجرة أو الحريق والأنجرة، هو خاص البزر لتلك العشبة، والمستخدم منها الأغصان والأوراق، ويتم الاستخدام لها داخليا وخارجيا منفردة ومركبة مع أعشاب أخرى، ولها أسماء أخرى مثل بودرة العفريت أو نبات النار. وطبعا هي من الفصيلة القراصية، وتلك العشبة هامة جدا في بعض المسائل العلاجية، وهي ثلاث أنواع العشبة، ثلاث أنواع، منها الكبير القريص الكبير والصغير والرومي، فتلك ثلاث أنواع لتلك العشبة، ولا اختلاف في الفوائد العلاجية للثلاث أنواع. لذلك أهل العلم إن تكلموا عن تلك العشبة لم يذكروا الأنواع الأخرى، لأن الخصائص العلاجية واحدة، وتلك العشبة هي لها خصائص علاجية قوية وكثيرة، منها إنها مقوي عام للجسد، منها إنها منقي للدم، منها إنها مفرغة للصفراء، منها إنها قابضة، منها إنها ملينة، منها إنها مدرة. طبعا تدخل في علاجات كثيرة لغنائها ببعض العناصر الفعالة فيها، وهي الهيستامين وكروتين والفيتامين جيم وحمض أو حامض النمليك وحامض الغليك وكلوفيل والتنين وكالسيوم وبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وسيليس وفيتامين اي وفيتامين جيم. طيب العشبة دي تستخدم داخليا وخارجيا، تستخدم خارجيا وداخليا. تستخدم داخليا كشراب عن طريق تحضير العشبة بوضع وضع عليها ماء مغلي، أو وضعها في الماء ثم رفعها على النار حتى الماء تغلي، ويتم إغلاق النار ويترك مغطاة حتى تبرد ويتم تصفيتها وشربها. الجرعة طبعا بتاخد ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي، تلك الجرعة الشرب. طيب بالنسبة لمسألة العشبة، تستخدم مثلا للإفرازات المهبلية عند المرأة، الإفرازات البيضاء ذات الرائحة المنتنة أو غير ذلك، عبارة عن دش مهبلي بملعقة كبيرة من العشبة على كوبين ماء مغلي، ويتم وتركها حتى تبرد وتصفيتها واستخدامها غسولا للرحم مرتين باليوم. الفوائد العلاجية طبعا كثيرة جدا جدا جدا، هي تستخدم للنزيف بشكل عام في الجسد، وبشكل خاص للرحم والأنف والبواسير الناتج عن البواسير، النزيف الناتج عن البواسير والشرخ الشرجي، وتدخل في أمور علاجية هامة، منها تخفيض السكر بالدم، منها انخفاض الضغط العالي الذي سببه تصلب الشرايين، منها مدرة للبن الأم المرضعة،
منها انها مضره للبول، منها انها تخلص الجسم من الرمال بالجهاز البولي، منها انها تفتت او تساعد على تفتيت الحصى بالكلى، منها ان هي تدخل في علاج الالتهابات، منها التهابات المفاصل، منها الروماتيزم، منها النقرس، تدخل في النقرس، منها تستخدم لفقر الدم والأنيميا، كما تستخدم في حالات الكسل والوهن الجسمي لتجديد القوة، منها تستخدم خارجيا عبارة عن غسول أو صنع منها كريمات أو صنع منها ضمادات، منها ممكن ان احنا نأتي بملعقتين من العشبة وتوضع في كوب ماء، كوب ماء يغلى ثم يطرق حتى يبرد ويطرق العشبة بها لمدة اكثر من ساعة، اكثر من ساعة، ونقدر ناخد من الماء دوت بقطنك دوت ونبدا نمسح بها المناطق الملتهبه او المناطق التي بها شراء او اكزيما او فيها قشيرات او هكذا لتخف الالتهابات عنها. وممكن صنع منها صبغه، وهي ان ناتي بتلك العشبه ب 30 جرام 40 جرام و 40 جرام بردقوش، ونطحن الاثنين ثم نضعهم في لتر كحول 90 درجة 90، وثم تركهم اغلقه جامد وباحكام وتركوه لمدة اسبوعين مع الرج اليومي، ثم بعد ذلك نأخذ منه نصفيه ونعزل تلك المواد المتبقية منه، ونأخذ تلك الصبغة نأخذ منها 3 نقاط او 5 نقاط تكون جاهزة، يوضع عليها نصف كوب ماء ويتم استخدامها ضمادات على المناطق التي تعالج الجلدية. وطبعا ليها تدخل في أشياء كثيرة جدا 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 جدا، وكان البعض يستخدمها في الغذاء لأنها غنية بالفيتامينات وغنية بالمعادن. طبعا دي تلك منظر العشبة، تلك منظر العشبة المجففة، وهنا هي محفوظة طبعا بفضل الله في كيس معد لذلك لكي تحتفظ بها حتى تجهزها في المواد العلاجية. وهنا نكون خلصنا تلك العشبة، وده تلك بعض الفوائد، وهي طبعا تدخل في كثير جدا من الأمراض إن كانت مركبة مع أعشاب أخرى أو بطرق أخرى. وإن شاء الله جزاكم الله خير لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.